في هذه المباراة والرسم التشكيلي أمامكم مشاهدينا مشاهدي قنواتي السعودية الرياضية للفريق الأهلاوي. كامل المر، خافيير باليمينو قلب الدفاع مع كامل الموسى، منصور الحربي كظهير أيسر، تيسير الجاسم ووليد بخشوين بديلا لمعتز الموسى الذي تلقى البطاقة الصفراء، موجود مارسيلو كاماتشو، محمد مسعد وعبد الرحيم الجيزاوي نجم المباراة الذهاب في خط الوسط، وسيموس يستمر في المشاركة. الفريق الهلالي في حراسة المرمى يلعب في مباراة اليوم حسن العتيبي، في دفاع المرشدي مع أسامة هوساوي، في اليمين سلطان البيشي، وفي اليسار عبد الله الزوري. لاعبي محور اليوم يلعبون بالتأكيد، موجود طبعا بغياب عادل هرمان عازم واللاعبين اللي وعدوا بالرد. هذه كرة ملعوبة الآن، الفريدي وإعادة لدفاعات لعبد المباراة الذهاب. عبد الله الزوري الآن يلعب للعربي، العربي للزوري، يتقدم عبد الله، يحاول الآن يتوغل يمر، يلعب ليوسف علي ممكن ضربة زاوية، ضربة زاوية بداية قوية للهلال وضربة زاوية في الجهة اليمنى. الفريدي يحاول في الكرة، يلعب ليوسف، العربي الآن في الجهة اليمنى، العربي يراوغ يحاول في الكرة، يتابع مع العابد لولي للفريدي، هذه ممكن فيها يتقدم فيها لكن الدفاعات لي ولي. ملعوبة في جود محورين، القرني وعبد اللطيف، هذه كرة ملعوبة في اليمين لسلطان البيشي، لنواف العابد في اليسار، يحول الان مر مر، ملعوبة الان جول، ملعوبة متابعة، ابعاد ابعاد، الهلال يهدد المرمى الاهلاوي، عالية ابعاد من كامل، كامل لسيموس، سيموس الان النهاية، سراسة الرحمة يلعبها تيسير، الله ملعوبة من كاماتشو، ولكن يبعد الأهلي الآن في فرصة حقيقية. جيزاوي، جيزاوي في اليسار الآن، جيزاوي يحاول في كرلان، يحاول في العرضية، يراوغ سلطان البيشي، يلعبها لمنصتية الماضية. شوف اللقطة توضح بشكل واضح جدا، التدخل بين فيكتور سيموس وكذلك حسن العتيبي. الاهلي الان يحولها سيموس مع ماجد، الكره ما فيها شيء، الكره ما فيها شيء بقرار حكمي المباراه. ملعوب الان لولي، ولي هانسون للغنام في سقوط لاحد اللاعبين، كره مستمره مستمره، الله استمر الاداء والعمل بسقوط بسقوط يوسف العربي ولعبها الزوري وكانت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. لعبة ممكن تثير لاعبي الفريقين لأن لاعبي الأهلي توقفوا من أجل سقوط يوسف العربي، وعبد الله الزوري أكمل الكرة في المرمى، أكمل الكرة في تسديده، لكن الكرة ضاعت. توتر إن شاء الله ما يكون حاضر بين اللاعبين. عبد الله الزوري ممكن الزوري ممكن انه ما تابع اللقطة الماضية. في المحور جزاوي باليسرى، جزاوي الله مرت، كاماتشو يلعب العرضية راسية، نواف العابد، تعود الكرة لتيسير، ضاغط نواف إصرار، الهلال الزعيم مر 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 الآن في كرة يلعبها، تابع جول جول جول، الله يا الأزرق. اليوم الفريدي يتمخطر، الفريدي يلعب على راحته، ما في أدوار دفاعية، وراه القرني والغنام والعابد الآن، العابد الآن، وتأتي لعبد الله المعيوف، يعني غير مربوطة في مباراة الذهاب، الهلال حتى الآن هو يتعامل بشكل أفضل، عاد الزوري ممكن الثاني، الهلال مع الثاني، عاد الكرة تمر، ولي يمر في الكرة، تأتي الآن لفريدي، تمريرة ليه، الزوري كرة ما فيها شيء، ملعب عرضية الآن، والإبعاد يأتي من الدفاعات، إبعاد يأتي من الدفاعات، الهلالي تأتي الظروف وتأتي الإصابات، لكن الهلال غني بلاعبين الحقيقة في مباراة اليوم، الأهلي كذلك. البطاقة على الصفراء و
والهمسري يلعب كرة بالراس، تأتي متابعة عبر الفريق الهلالي إبعاد، يأتي من التيسير تشديد، الكرة تأتي لحسن العتيبي، ممكن يلعب كرة عالية الآن، يلعب لسلطان البيش، بيش الآن يلعب كرة عالية الفريق الهلالي، معها حكم المباراة جينارو دانيال يعلن نهاية شوط المباراة الأول. إذا مشاهدينا مشاهدي قنوات السعودية الرياضية، شوط المباراة الأول بهذه الإثارة بهذا الجمال